الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ولي المؤمنين، له الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكم وإليه ترجعون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده تعالى ورسوله، أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين، وجعله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. عليهما نحيا وعليهما نموت وعليهما نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دخلت السنة الخامسة من الهجرة النبوية، والرسول البشير النذير يدعو إلى الحق الذي بعثه الله به، ومكة ما تزال في قبضة الشيطان يغريهم بالكفر والعناد والعداوة والكيد، يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا. والنبي عليه الصلاة والسلام يخوض أشواك مؤامراتهم غير أنه غير آبهم بهم ولا متردد، وسلاحه صدق الإيمان بالله والثقة بنصر الله تعالى، والصبر على ما يلقى من الشدائد، ذلك هو قدر الرسل والأنبياء ودعاة الخير والهدى في دنيا الشرك والضلال. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر قائد عسكري لم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف الذي يختاره زمانا ومكانا. لقد أثبتت غزواته أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفته الدنيا في القواد. وقبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك والأمراء، أرسل رسولاً يحمل كتاباً إلى النجاشي ملك الحبشة
وأرسل كتابا إلى المقوقس ملك مصر، وأرسل كتابا إلى كسرى ملك الفرس، كتابا أيضا إلى قيصر ملك الروم، وإلى غيرهم من الأمراء في عصره صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد هزمت القلة المؤمنة طواغيت الشر وكنسوا الأرض من دنس الأقزام والدمى وقارعوا الجبابرة، وفي سورة الأحزاب من القرآن الكريم تقص علينا هذه السورة سيرة هذه الغزوة ومراحلها وسيرها التي كانت في شوال من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لعب فيها اليهود في إيقاظ الحقد والعداوة بين المسلمين والمشركين في المدينة. لقد أسلمت المدينة القيادة لليهود، لقد تبعهم المشركون في المدينة وكانوا يسمعون منهم، ولقد جاء إليهم المشركون في المدينة يوما وسألوهم: أديننا خير أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم اليهود، سألوهم لأنهم قالوا: إنكم تقرؤون الكتاب، فهل ديننا أحسن أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ديننا خير أم دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال لهم اليهود: بل دينكم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أراد اليهود أن يدخلوا المشركين في حرب جديدة بعد بدر وأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبروا لمكة فتنة كبرى وجعلوهم في مواجهة الرسالة مجددا. لقد حشدت مكة 10,000 مقاتل وسارت نحو المدينة المنورة، فعلمت القيادة المحمدية بخروج هذا العدد من الجنود، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بحفر خندق حول المدينة، أن يحفر النبي عليه الصلاة والسلام خندقا حول المدينة، وقال: يا رسول الله، لقد كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر خندق حول المدينة. قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شدة الجوع، ولقد شددنا على بطوننا الحجر من الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين حجرين مشدودين على بركة. بدأ المسلمون بحفر الخندق، فاعترضتهم صخرة كبيرة لا تأخذ المعاول منها شيئا، كسرت المعاول، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة الكبيرة العظيمة التي كانت لا تستطيع المعاول أن تفعل معها شيئا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى الخندق وأخذ المعول من سلمان الفارسي وقال: بسم الله، وضرب الصخرة وضربة عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر، فبرقت برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد أعطيت مفاتيح الشام، والله
إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة هذه. وضرب ضربة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام فقطع من الصخرة قطعة صغيرة وقال: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، يعني قصر كسرى ملك الفرس. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام الضربة الثالثة وقال: بسم الله، الله أكبر، فقطع بقية الحجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لقد أعطيت مفاتيح اليمن، وخرج منها نور أضاء من جهة اليمن، فقال: أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. عباد الله، استمر الحصار المرهب حول المدينة ما يقارب الشهر، ولكن كان في المدينة من المؤونة ما يكفي لأكثر من سنة. قتل من المشركين في غزوة الخندق أو في غزوة الأحزاب كما يسميها علماء السيرة غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، قتل من المشركين فيها ثلاثة: اقتحموا الخندق، واستشهد من المسلمين في هذه الغزوة ستة. سأل الله تعالى بخضوع وخشوع، نسأل الله تعالى بخضوع وخشوع النصر على الأعداء في كل مكان وزمان، الذين يدمرون ويخربون ويسفكون الدماء. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، انقطعت آمالنا إلا منك، وخاب رجاؤنا بحقك إلا فيك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، انقطعت آمالنا إلا منك، وخاب رجاؤنا بحقك إلا فيك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، انقطعت آمالنا إلا منك، وخاب رجاؤنا بحقك إلا فيك، آتنا النصر الذي وعدتنا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هذه المعركة قادمة، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر. يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، يقول عليه الصلاة والسلام، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا.